يبقى يمحو الله ما يشاء من الشقوة ويثبت ما يشاء من السعادة. ذلك أن الإنسان من جملة ما يكتب له وهو في بطن أمه شقي أم سعيد كما صح الخبر بذلك. فالإمحاء يكون للتعاسة والشقوة، والإثبات يكون للخير والسعادة. ولذلك روي عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون فيقولون: اللهم إن كنت قد كتبتنا من السعداء فثبت، وإن كنت قد كتبتنا من الأشقياء فامحو ما كتبت واجعلنا من السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. هذا مروي بنحوه عن غير واحد من السلف.